البركة واللي ماشي بعيادة متحركة عمري ما حد ندهله وسابه تلقى كله مهاب من دخلته أصله دكتور فاهم شغلته رغم طبته ما كانش في حسبته في الحوارات رجلي هيتجابه حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبه اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان نصبوا السيرك خلاص وابتدى وده عمال بيخطط لده ويا ترى مين بقى كبش الفدا واللي نفخ عالتاني عضلاته قالوا يا مخبى الحاوي في جرابه واللي يدخل في دماغه بيجيبه وده دكتور وهريش ألعبه صعب يغش حاوي بحركاته حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبات اصحى فوق ده انا وديك البحر واخليك ترجع عطشان هو سيد الحاوي قرر انه يحطك في قفص؟ وبعدين بترجع بقى تزعل لما بتعصب وبتعفرط ما هو انا مش شايف قدامي غير قفص حديد ايه المصيبة اللذيذة في كده؟ ركز يا استاذ المهم اللي جوه بقى القفص ايه ده؟ اسد؟ ايوه يا سعد ايوه يا دكتور جهز نفسك احنا عندنا اسد يا نهار اسود ده كده قلبت بجنينه حيوانات رسم ايه رايك بقى يا دكتور في المفاجاه دي انا عارف انك مجنونه بس مش للدرجه دي انك تجيبي اسد في الفيلا وانا مالي انا سيد هو اللي جابه لحرقك يا حاوي ويحرق معرفتك بس عشان ما اكونش كدابه واحنا في تايلاند لما كنا في شهر العسل قلت له انا نفسي قوي قوي يا سيد في اسد كويس ان نفسك ما راحتش على فيل ولا زرافه يلا بس شوف شغلك شغل ايه يا ماما انا ماليش في الحيوانات المفترسه حرام عليك ده كيوت قوي ده شكله بيسنن ابقى هاتي له حاجه يعضعض فيها يا خلوتي يا ناس ده دمه خفيف قوي يلا يا سعد احنا مش فاضيين للعبط ده مش كان جاب بغل ولا جحش احسن اهو على الاقل المدام تركبه وتتمشى بيه في الجنين اقعد ساكت لا يسمعك ونلاقيه داخل علينا بجاموسه اعمل حسابك يا دكتور هتعدي عليه كل يوم اتفقنا بس زياره الحيوانات المفترسه بألف جنيه وماله سيد هيدفع ان شاء الله خلاص ومش عايز رغي اثناء الزياره حاضر ولازم يكون في مسافه بيني وبينك خلاص حاضر ولا اقولك انت تقعدي في اوضتك لحد ما انا اخلص كشف حاضر اجري يا سعد ايه الاخبار في الفيلا يا انجي السناره غمزت ادخلي عليا بالتفاصيل نانو رجعت الفيلا بمهاب وفضلوا واقفين قدام القفص يجي نص ساعه كده الاسد بقى يفتح باب الموده بينهم بصراحه دماغك دي مكلفه يا حياتي ولما الست زينب تدورها في دماغها الزبون هيجيلي لحد عندي مفرفر استنى هنا انت رايح فين هطلع اتفرج شويه على نانو وحشتني قوي انت مش قلتلي يا راجل انت ان انا حتة من قلبك ايوة طبعا انت يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي بعشق نبيل شعيل طب فوت قدامي حاضر ايه ده انا شامم ريحة طواجن انا دخلت شقة غلط ولا ايه يلا يا حبيبي غير هدومك عشان نتعشى انت مين يا شاطر في ايه يا مهاب وكمان لابسه التريننج بتاع ليلى لا دي قله ادب بقى يا حبيبي انا ليلى مراتك انت هتستعبطي ليلى مراتي بقى لها اسبوعين حبسه نفسها في اوضه الكلاب قاعده مفرشحه في الاوضه بترضعهم لا ما خلاص الكلاب كبروا بالسرعه دي طب يلا بقى عشان ناكل ولا انت اكلت بره انا بقى لي اسبوعين ما اكلتش يا ليلى مش ليلى برضو ايوه انا ليلى كلام في سرك في الفتره الاخيره وصل بيا الحال اني انا كنت بنقنق في العظم مع الوحش ما تقلقش انا هعوضك عن كل اللي فات انت متاكده انك مش هتدخلي اوضه الكلاب تاني لا دول كانوا يومين وراحوا لحالهم الحمد لله على السلامه يا حبيبتي الله يسلمك يا حبيبي قربي يا ماما ما تخافيش ده انا زي جوزك اهلا اهلا يا جوز بنتي زينب هو انت هنا
انا بحسبك سافرتي البلد. بلد ايه يا ابني؟ مش عارف. طب يلا غير هدومك بقى عشان الاكل هيبرد. ده احنا عاملين كل الاصناف اللي انت بتحبها. انا كده في حاجه مش مريحاني، انتوا حاطيني سم في الاكل. على فكره انا ممكن امشي من غير مشاكل ولو وجودي مضايقكم يعني. انت حباط الرغي ولا لم الاكل؟ 5 دقايق واكون جاهز. اصل العمده عاوز يناسبك. يناسبنا ليه؟ في مين؟ في عيشة بنتي؟ لا ده انتوا النهارده مزكوا عنب. فين الزوجة التانية ومحمر ومشمر؟ هتبتدي بورق العنب؟ ده مش وقت ورق خالص، انا هدخل على العكاوي على طول. طب ما تشرب شوية خبيزة الاول. خليكي في حالك يا طنط. كباب الحلة ده انا عاملاه بنفسي، هيعجبك. بس مش زي الفخدة بتاعتي. الا هي الحفلة دي بمناسبة ايه؟ هو النهاردة عيد ميلادي مثلا وانا ناسي؟ عايزين نفرح يا مهاب، هو احنا مش من حقنا نفرح ونبسط؟ طب ناوليني بقى الفخدة دي عشان افرح معاك. والفرحة الكبيرة بقى لما توافق. أوافق على إيه يا طنط؟ على الموضوع اللي إحنا هنكلمك فيه. لو الفرحة بتجيب معاكم طواجن اعتبروني موافق. إحنا عايزين نفرح بيك يا حبيبي. تفرحوا بيه إزاي؟ عاوزين نجوزك. لا لا بلاش هزار بقى في الحاجات دي يا ليلى، لا تقلب بجد. على فكرة أنا مش بهزر يا مهاب. ما تشوفي بنتك يا طنط بتقول إيه دي؟ وماله يا ابني؟ هو الجواز عيب؟ يعني أنتوا الاتنين عايزيني أنا أتجوز؟ ايوه. انا كنت متاكد من الاول اني دخلت شقه غلط يا جماعه. لو انتوا خاطفيني وطمعانين فيا انا ما عنديش حد يدفع لي فديه. حماتي لو جبتوها من فوق لتحت مش هتجيب 100 جنيه، ومراتي غلبانه عليها قصات وبترضع كلاب. جرى ايه يا مهاب؟ هو انت ما تعرفش تتكلم جد ابدا؟ هو اللي انت بتقوليه ده بجد؟ ايوه. يبقى انت اتجننتي اكيد يا ابني. كلام اخد وعطى. لا 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 انا يظهر عليا تقلت في الاكل وابتديت اخرف. تصوري يا ليلى صوت الجيف ودني وقال ايه بتقولي لي عايزين نجوزك لو الغريب ان طنط موافقه. يا ده العكاوي دي عليها حاجات. يلا تسوى على خير. انت رايح فين؟ هتخمت. اقعد يا مهاب. حاضر. عجبتك الهدية يا نانو؟ واو انا متشكرة قوي يا سيد، انا فعلا كان نفسي في اسد من زمان قوي. احلامك اوامر يا نانو، احلام انت بس والحاوي يقولك شبيك لبيك. انا عمال افكر من امبارح هسميه ايه، ليو او روميو، انت ايه رأيك؟ طيب لا 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 انا من ساعة ما عيني جت في عينه من امبارح وحسيت ان اسمه سمير. هي ايه حكاية سمير معاك؟ عايز تسمي ابنك سمير والاسد اسمه سمير، هو في ايه؟ اصلا انا لما اتولدت كان نفسي بقى اسمي سمير، بس ابويا الله يرحمه اصر ان يسميني سيد. يلا بقى منه لله. يا سلام، يعني انت لما نزلت من بطن مامتك كان نفسك يبقى اسمك سمير؟ حاوي بقى هتقولي ايه. يا خرب بيت عذرك. وحشتني ضحكتك قوي يا ست البنات. طب يلا بقى عشان عايزه انام. تنامي ازاي وانت قاعده قدام الاسد؟ وانت عرفت منين ان انا قاعده قدام الاسد؟ ها قلبي بيحس بيكي في كل لحظه. اوعى تكون بتراقبني يا سيد. هراقبك ازاي بس يا نانو، انت فين وانا فين؟ ماشي يا سيد، يلا باي باي. سلام يا حته من قلبي هي سويت هارت. والله ما تهبل الاهل، كنت قلت لك نفسي في الباب. وانا كنت قلت لك نفسي في الوين. هو انت مش نفسك تساعدني يا مهاب؟ اكيد طبعا. وانا كل اللي نفسي فيه حته عيل كتير عليا ده. طب ما انا كمان نفسي في عيل، انا زهقت من الكلاب والقطط يا ليلى. نفسي في عيل كده العب بيه، يكلمني اكلمه، يصحيني في نص الليل رجله تيجي في وشي، على يعني اسيب لك الاوضه وانام لوحدي في اوضه تانية. طب ما ربنا بعت لك الحل، اتجوز نانو عشان اعرف اتعامل. وبعدين يا ابني دي جوازه مؤقته، اسبوع ولا اتنين وهترجعها لحضن جوزها تاني، وانت كمان ترجع لحضن مراتك. وانت هترضي بالبساطه دي يا ليلى، اني اقعد مع واحده في اوضه مقفوله علينا وانام جنبها على سرير واحد؟ انت هترضي؟ ويعني هي الفيلا الطويله العريضه دي ما فيهاش غير سرير واحد؟ حتى لو فيها انا ما برتاحش الا على سرير نانو. خلاص اعتبر نفسك خنتني وانا هسامحك. قلبك كبير زي امك يا اختي. انت عارف يا مهاب ابو ليلى خان يجي 3-4 مرات كده، وفي كل مره يجي يعترف لي واسامحه. وبتسامحيه كده لوجه الله؟ هعمل ايه، ما انا لازم اسامحه عشان المركب تمشي. انا مش مصدقك يا زينب. ها قلت ايه يا حبيبي؟ شوف يا ليلى انا ممكن اعمل المستحيل عشان اسعدك، بس مش بالطريقه الرخيصه دي. خلاص انا هحبس نفسي تاني في اوضه الكلاب ومش هتشوف خلقتي الا لما توافق.
وتحبسي نفسك ليه؟ أنا حسيبلك البيت. في حد برضو يسيب بيته يا مهاب؟ البيت ده في ناس ما عرفهمش ومش عايز أعرفهم، وهرزع الباب وأنا خارج. يا سعد، سعد اصحى يا سعد. ايه دكتور مهاب؟ خير يا دكتور؟ افتح العربية، حط الشنطة دي ورا. هو حضرتك مسافر؟ لا مهاجر. هو في حد بيهاجر في نصاص الليل كده؟ دور العربية وبلاش رغي. طب مش واجب برضو نشتري شوية معلبات لزوم الهجرة؟ تهاجر معايا ولا ايه؟ يا دكتور مطرح مطروح انا معاك، رجلي على رجلي. ليه؟ انت ملتصق بي انت كمان؟ اعتبرني دم الفافة. كتك القرف. هنطلع على فين يا دكتور؟ احنا ملناش عيش في البلد دي يا سعد. محدش بيموت من الجوع، بس انا برضو معرفتش احنا هنهاجر على فين. التجمع الخامس.